سلام عليكم، كيف تبلع هاك بأقل من دقيقة؟ زي ما تلاحظون هنا شالنا هاك، وفوق ذلك بش علينا وقوي عيني سب، فسويت له ريبورت. لاحظوا الريبورت اللي قاعد أسوي الحين، طبعا تسوي نفس ما أسوي أنا الآن، فقسما بالله ما تكمل دقيقة في الجيم إلا هو متبند. زي ما تلاحظون الحين يمشي بالسيارة ويوقف، شوفوا هنا وقف اللاعب حقه وفصل. فلما طلعت انا لللوبي جاني ذا الاشعار انه لقد تم الابلاغ وانه تبند، فتكفون انشروا المقطع خلوا غيركم يستفيد، خلوا الهاكات ينقرضون، تكفون.